أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لك كل جديد. والآن نوفيكم بأرخص سيارة موديل 2024 تقدمها أوبل بمصر. تقدم مع علامة أوبل الألمانية بالسوق المصري السيارة أوبل كورسا موديل 2024 التي تنتمي لفئة الهاشتباك وتعد الأرخص بالطرازات التي توفرها أوبل بمصر، وتأتي بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 900,000 جنيه خلال أغسطس الجاري. تتوفر أوبل كورسا هاشتباك الصغيرة موديل 2024 بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 900,000 جنيه للفئة إليجانس و 980 للفئة توبلاين الأعلى تجهيزا. حملت كورسا محرك تربو 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان وعزم 230 نيوتن متر عند 1.750 دورة الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. لتنطلق العجلات الأمامية من 0 إلى 100 كيلومتر سين خلال 8.7 ثواني حتى سرعة قصوى 207 كيلومتر حسب الأرقام الرسمية. الأبعاد تقدم أوبل كورسا بطول 4.6 متر من ضمنه 2.53 متر القاعدة العجلات مع عرض 1.96 متر وارتفاع 1.43 متر. الأمان قدمت كورسا بأنظمة تتضمن ABS و EBD و ESP للتحكم الإلكتروني في الثبات ودعم التماسك والتوازن أثناء صعود المنحدرات ستارت، وبجانب خواص التعرف على الإشارة المرورية والتحذير من مغادرة الحارة المرورية ومراقبة ضغط الإطارات، فضلا عن 6 وسائد هوائية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا، بينما تزيد الفئات الأعلى بوجود حساس ركن أمامي. تقف السيارة على جنوط قياس 17 بوصة وحصلت أولى فئتها المقدمة حاليا على حساسات للمطر والإضاءة التي تعمل عبر LED بالأمام. أما من الداخل فقدمت القصورة بشاشة وسيطة قياس 7 بوصة تدعم أبل كاريالاي وأندرويد أوتو وتتصل بنظام صوتي من 6 سماعات مع أخرى للعدادات الرقمية بنفس القياس، وإضاءة محيطة وكثوة جلدية لعجلة القيادة التي تتضمن التحكم بمثبت سرعة. وتزيد الفئات الأعلى بطلاء ثنائي اللون للهيكل الخارجي ومرايا جانبية كهربائية الطي مع سقف نورامي وفرامل يد كهربائية وأضاءة خلفية LED. وبهذا قد أوفيناكم بأرخص سيارة موديل 2024 تقدمها أوبل بمصر. لا تنسوا الاشتراك في قناتك في زر الجرس وتعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.